يا فيصل يا فيصل، انا ما بهمني اذا بيان او منشور توزع او لا، انا اللي بهمني انه الولد هلا ما يطلع من الحبس. بلاها هيدي قصه الاجراءات. اذا انت ما بتقدر، انا في عندي مين بيقدر. هيك صارت يا عاصم، مين عندك بيقدر؟ ما حدا بيقدر غيري. بس عم فهمك، اذا ما في منشور موزع ما فينا نبقيه. وعلى اي اساس اتفقنا انه في منشور موزع؟ حركة اللازمة حتى نقدر نبرر. اتفاقنا كان الصبي يضل بعيد عن البنت، بدك اياها بالمشبرح اكثر من هيك؟ وانت قلت لي تكرم بامرك عاصم بيك، هلا صار بدك تبرير يا فيصل؟ طيب خليني اشوف كيف دبرك. اها، هيدا فيصل اللي بعرفه، صديق وقت الضيق. على كل حال لو كانت القصة معي كنت انا خدمتك بعيوني، مش ولادنا اللي بنعطيهم للجلابيط والزعران. اوكي صديقي انا ممنونك، وليك ليك أخبرني على التلفزيون في عندي مقابلة بعد شوي. اوكي فيصل باي. يعني شو هلا صار بده تبرير؟ اما شوي يا ابني رح نتأخر على المقابلة. ايه بنوتي شو حبيبي؟ وينك؟ أنا رايح على التلفزيون في عندي مقابلة. بابي لازم أشوفك. في شي حبيبتي؟ سامي، سامي صاير. طلع؟ طلع؟ شياني طلع؟ يا سمعان، طلع الخبر على الراديو؟ علي لي الراديو شو عليه. بابي عم تنصح؟ لا لا ماشي يا قلبي، عم بسأل سمعان إذا طلع خبر الوزارة على الراديو. بابي سامي مختفي من امبارح بالليل. والله؟ وين مختفي؟ ما بعرف، بدك تساعدنا نلاقيه. يا بابا شو بيعرفني؟ شو أنا ال 112؟ ولد أزعر، أكيد بده يظهر ويختفي ساعة اللي كان. ميرسي عفوا بيك. شو قال لك؟ ماشي ماشي. بيا ما بيطيقوا. كيف بده يطيقوا؟ هو عم يشتغل ضده بالسياسة. كلنا عم نشتغل ضد عاصم الرواس واللي مثله بالسياسة. طبقة معفنة استغلالية زحفطونية على رئيس عائلة تأييدين الله يرحمه. شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نكفي عملنا السياسي الجدي لبناء دولة قوية مستفيدين من جو التوافق الداخلي بالبلد. انه بلشتوا للعمل السياسي الجدي ساعه النايب لحتى تكفوه؟ اكيد بلشناه. عندك شك؟ الناس عندها شك، وبصراحه صار عندها شك ساعه النايب، يعني بصراحه قرفت الشيات يلي عم نسمعها ونشوفها منكم انتم الرجال السياسي. لا الهيئه هجومك كاسح ستشيلي. صدرك واسع؟ وعقلي. بس برنامجك اسمه صباح الخير سياسي، يعني في نعومه صباح الخير. بس مش بالسياسة ساعة النايب، يعني حضرتكم على باب كل انتخابات بتغدوا علينا الوعود، من بعدها بصير وقت الكمون. عم تظلمينا، على القليلة نحن بالتجمع الوطني الإصلاح ما عنا حركات غيرنا. غيركم بقول الشيء ذاته، مين عنده الحقيقة؟ نحن الحقيقة عنا نحن. زميلك امبارح من كتلة معارضة لإلكم حكي واعتبر إنه الحقيقة عندهم، وصار في نزاع حول الموضوع الحقيقة، وما حدا عم يدفع الثمن إلا الناس. على كل حال في صندوق اقتراع وهي اللي بتقرر الحق مع مين. بس بدك مين يقدر يوصل او معه حق يوصل على صناديق الاقتراع. لا مش لهالدرجة. انا عم بنقل هواجس ومخاوف الناس ساعة النايب. وانا بحب جاوب الناس عنكم وبقول لهم خلوا ثقتكم بدولتكم وبمجلسكم النيابي كبيرة، لانه مهما اختلفت الاراء ومهما اشتدت المنازعات السياسية البلد ماشي وكلنا لخدمته بحرية وديمقراطية. يعني بدون كم افواه عاصم بيك؟ كم افواه؟ شو في يعني كم افواه؟ نحن ما عندنا اياها هذه قمصنا السياسي. اكيد بتصم لي. اوكي سعاده النايب عاصم الرويس، رح ننتقل هلا لاتصالات المشاهدين ومعنا مواطن، اتفضل هوا لك. صباح الخير ست شيرين، صباح الخير سعاده النايب. صباح الخير. صباح النور، ممكن الاسم الكريم لو سمحت، وتفضل بطرح السؤال. معك صلاح حنيني. سؤال موجه لعاصم بيك الرواد. تفضل. استاذ عاصم، ليش الناس ما بتحبكم؟ لا لا يا استاذ صلاح هيك نزعتها. الناس بتحبنا لانه متفانين بالخدمه العامه. بعدين ما فينا نجبر كل الناس يحبونا، هيدي سياسه بالنتيجه. قطع الخط؟ لا. خلص السؤال، شكرا لك. اهلا. مباشر هالسؤال وصريح. بتحب الصراحة؟ جدا. مهما كانت قاسية. معنا اتصال ثاني من مواطنة هالمرة، مدام او دموزيل ما بعرف، حضرتك على الهوا. واللي عم بسمعه هو اكل هوا مدام شيرين. الاسم الكريم مدام.
لشو بدك اسمي؟ سميني مثل ما بدك، ما رح قلك اسمي الحقيقي لأنه ما حدا متطمن على بكرة ومن بكرة. بحب أقول لحضرة النايب اللي معي كلكم مثل بعضكم، صيري بالسياسة عم يسكن عن مصالح الناس، الناس بدها لقمتها وكرامتها وانتو صيرين اثنين. لا الهيئة محطت علي ست شيرين بهالحلقة. أبدا، الهواء لك أستاذ عاصم، تفضل. خليك معي، خليك معي وترك مدام شيرين، مشكلتك معي مش معها. شو هي مشكلتي يا ستي، معك أو مع غيرك؟ ليش بتكذبوا على كم الأسواح وبعض الطن ما برد؟ طن؟ أي طن؟ اللي كممتوه. على كل حال ما بعرف عن شو عم تحكي يا ستي، بس أظن إنه الجرأة والصراحة بيفرضوا إنك تذكري الاسم، ما هيك مدام؟ أنا يمنى عاصم الرواس ساعة النايب. يمنى عاصم الرواس، واو ساعة النايب، يعني فعلا واو. مين بتكون، بنتك أو مدامتك؟ لا هيدي ولا هيدي، أكيد لا هيدي ولا هيدي. ومين هيدي اللي كانت معنا على الهواء لكن؟ مجرد لعبة سخيفة مجانية، منتحلة شخصية بس للإحراج. يا عاصم شو اللي سمعناه؟ مش يمنى هيدي؟ مش هيدي بنطاد؟ كانت الضربة قاضية علينا يا عاصم. أنا ما كنت عم احضرها، بس دق لي خليل وخبرني. اتصلنا ببعضنا دغري وجينا لعندك، وقلنا أكيد رح ترجع البيت بعد هيك نكسة. خلصتوا تعليق؟ هيدي لعبة وسخة. قلتلكن هيدي لعبة وسخة. لا مش لعبة يا عاصم، بنتك تلفنت لي سألتني إذا سمعت على التلفزيون. بشو؟ بشو مزعلة حتى عملت فيك هيك؟ انه كتبوه حتى يتسببوا عليه؟ والله يا سيدنا ما بعرف، بس هلا متوزع ولا منشور بالمضمون يلي كان مع سامي الصايغ. اصحابه حسب اللي صار؟ اكيد حسب، كان معهم تركهم واختفى، صرنا تاني يوم ورح نفوت باليوم الثالث، فاكيد حسوا بشيء. يعني عم بيلعبوها صح؟ لهلا سيدنا، بس نحن قلهم بالمصاب. بلغنا المستجدات اول باول. سيدنا منوقف الشباب الباقيين؟ في شباب لنوقفهم؟ شو عمل النائب خطار مع سامي؟ ميال انه يفرج عنه سيدنا. بأي تهمة بدي خليه موقوف كولونال؟ بالخير بالأمن، بالاستقرار العام، بالحظ على الشغب. بس حسب البيان اللي كان معه ما لقيت أي جملة أو دعوة بتدل على حضرتك ذكرها. رابن السور يا نائب، رابن السور وبتلاقي. حضرتك اطلعت على البيان كولونال؟ لا، بس أنا بعرف رسم لهالولاد، نمرودين وعدائيين. سيدنا أنا شفت العكس. سامي شاب مهذب، مسقف، جامعي. عمالك شوية يا نقيب، رح تعمل لي إياه مليك عبيرش حزات. مش لهالدرجة سيدنا، بس كمان ما شفت فيه الشيطان اللي شعلين نار. البيان اللي بجيبته بيكفي. سيدنا، البيان موقف سياسي مكتوب على ورقة مطوية بجيبي. وإذا بدنا نوقف كل شخص منلاقي معه هيك ورقة بتعارض السياسي الماشي بالبلد، رح نضطر نحبس نص الناس. اللي شو المطلوب سيدنا؟ أنا لا أهتم فيه. طب طهير، اسمعيني وفهميني منيح. سامي موقوف. موقوف؟ يا دلي أنا شو عرفك دموزير رواس؟ أنا بعرف، فاعملوا معروف، طولوا لي بالكم وخلوني أتصرف. ليش موقوف؟ شو عمل؟ يمكن مشي. وحسب دولتك او دولة الوالد هالسبب المشي اللي عمله سامي بيخليه يتوقف؟ بفهم مرارتك اخي شوقي، بس بهالوقت ماني قادرة احكي اكثر من هيك. شو عمل ابني يا يمنى؟ دخيلك يا بنتي راح نص عمري. ما تخافي طنط. لا يا دمازيل يمنى، ما حدا بتوقف بدون سبب. سامي خيي وانا بعرفه، متورط بشي ضد القانون. استاذ شوقي ابني مش هيك. مظبوط طنط، سامي منه هيك وانا اللي بعرفه. لكن قولي لبيك يتوسط له يطلع،
مش بيك ايده طايلة؟ بدي اشوف ابني، بدي اعرف شي عنه. الو. ايه رفي. ايه انا عم طنط نهيد. اوكي. هلا بخلص بشوفكم. باي. مين؟ واحد من الفرسان ثلاثة، في حدا غيره خاربين له مستقبله لابنك. استاذ شوقي اذا سكتت لك لانه مش وقته. وتأكد انه خيك اشجع وانبل انسان بعرفه وما بادئه قبل حياته، ولولا منه من خيك هالبلد ما له مستقبل وغيرهم يلي انت مش مستعبرهم. شو كرهك ببيك؟ لا استاذ شوقي، حببني فيه. لبيك؟ لسامي. بخاطري طنطنة هيدا واتكلي علي. خليكي خليكي تقبريني، تبقي طمنيني. على اكيد طنطنة هيدا. خاطر الله معي. انت سامي صاير؟ علي صوتك يا ابني. انا سامي صاير. انت رئيس التنظيم؟ اي تنظيم؟ اللي عمل بيان. حضرة الضابط. نعم. ممكن سؤال؟ تفضل. ليه عم تعذب حالك وتعذبني باسئله ما رح توصل لمحل؟ تبع على حكيك يا ولد. اتركه كفي. أنا مكموش لأني أنا. ليه ما بعرف؟ مش لأنه في تنظيم وبيانات انقلابية. نحن طلاب رافضين وقعنا سياسي وهيدا من حقنا. هلأ ما بدكن إيانا نمارس حقنا، اعملوا يلي بدكن إياه فينا. أنا ما عندي لا سؤال ولا جواب. متمني على الإجابة وعم تعترف بذنبك. بعيد. تعال هون. قربي لهون. قربي. شو اللي قلتي على التلفزيون؟ الحقيقة. انت بنتي بنت عاصم الرواس. لما ترجع عاصم الرواس اللي انا بعرفه ساعتها بقرب هالحقيقة. لما ارجع؟ شو يعني؟ ليش انت بطلت تكون عاصم الرواس اللي بتعرفيه؟ من وقت ما نزعتك السياسة وعملت منك حجر بدل إنسان. أنا لهلأ ساكت احتراما لبيك. رامي أنت ما تتدخل. موقوف ونص. وأنت عارف بهالشي بابا. أنت بنفسك قلت لي واعترفت فيها. عاصي أنت وقفت الشاب. بنتك عم تخرف، بتكرهني وما عندها حرج تتهمني بأي شيء. عمول معروف بابا، احترم لي زكية شوي. سامي الصايغ أنت خفيف، مصلحتك تخفيه حتى تبعد عني. كلنا عنا مصلحة نبعد عنك اختي، لا من مستواك ولا من مستوينا. هيدي حياتي ما حدا له دخل فيها، هيدي مشاعري ما حدا له خصة فيها. ما بدنا نرجع للموضوع ذاته يمنا. بس ارجع سامي منقرر اذا بنرجع للموضوع يما لا. وطالما هو مخطوف انا باقي هون. بابا انت خاطفه لهالصعلوك؟ انا مش شايفه لهالصعلوك، انا مش قاري لهالصعلوك. ولشو سألتني إذا طلع؟ طلع من وين؟ وشو عرفك أصلاً شو كان بدي أسألك؟ ماما، البابا هو خايف سامي. عندك دليل؟ اتهامك لبيك سخيف وما بيبرر اللي قلتيه عنه على التلفزيون. ضربتيه ضربة بتوجع، ما بتعملها بنت ببيع. هو اللي ضربني ضربة مميتة ساعة اللي خطف سامي. بس البابا أذكى من هيك، لأنه بيعرف إذا سامي اختفى ما بيعود بيشوف صورة وجهي هون. عاصم مظبوط هالحكي؟ حل عني نزهة.
رامي امي انت لازم تصلح بيناتهم. المصيبه بنتك طال على بيا الراس الحجر هو ذاته. ما سمعت يا شو قالت له؟ بنتك ما عندك بير. الو يمنى. بقدر فوت؟ شو بدك؟ ولو انت خاين. أنا خي وأنت أخت، بس بالأول نحن ولاد عاصم بيك الرواس، زعيم المنطقة، نايب المنطقة، وجه الصحارة. اوعي تنسي هيدي الحياة يمنا. ولو معقول أنسى؟ سامي الصايغ عم بحاول ينسيك إياها. لا بل نسيك إياها. عملك غسيل دماغ، خليك تبهدلي بيك قدام ألوف المشاهدين، هيدي اسمها جريمة. أنا صرت خيك؟ هذا بوصل أيد ضحك على الدقون خيي. وما اعتذر من بيك. هو اللي بعتك؟ يعني أنت جيت منك لحالك بدر تخير. ليك رامي من الآخر بتقوله لبي سامي بيطلع من الحبس نقطع السطر. حسب اللي عم بسمعه ما في فرق بينك وبينه. اخر جملتك نقطة على السطر واخر جملته نقطة على السطر، مع الفرق انه نقطته بالشمال ونقطتك بالجنوب. نقطته تحت ونقطته فوق، نقطته بحبوس المعتمة ونقطته على الشمس المضوى المشمس. هيدا الفرق بينه وبين بيك، وانت يا مسكين علقان بين هالتنين. انا مع بي على الأميانة وانت لازم تكوني هيك. كل اللي علمك اياه سامي الصايغ ضد بيك لازم تنسيه. سامي ما علمني غير فتش على الحقيقة وامشي وراها، وإذا غسل دماغي فغسله من الجي ومن القرف ومن العمى. أشو الله هو؟ هو حل واحد، سامي يرجع.
شو؟ نعم سيدنا، عطاء امر بنقله على المستشفى. شو اللي عملته نائب خطار؟ وشو سيدنا؟ مين سمح لك تنقل سامي الصايع على المستشفى؟ حالته سيدنا ومسؤوليتي. بدون اذني وبدون علمي. انا اكيد لو حضرتك عارف بحالته كنت تصرفت ذات الشيء. شو عارف بحالته؟ صار في مشكل بين الموقوفين سيدنا. سامي الصايغ تعرض للضرب، وضعه الصحي خطر، ردود وكسور، بس الحمد لله انه وجهه بخير. الهيئة تعمدوا انه يبعدوا عن الوجه حتى ما ينعرف وين انه مضروب. تعرف سيدنا زعرانات موقوفين، فتصرفت حسب مسؤوليتي بالحفاظ على صحة موقوفينا. ما تشغل راسك سيدنا بقضايا مكتبية روتينية، ترك علي. شو قال الدكتور؟ رح يقدم لي تقرير مفصل عن حالته الصحية. في شيء سيدنا؟ لا. ما بدي اي خبر عن سامي الصايغ يتسرب برات المستشفى. حاضر سيدنا. بدي تعرف لي هلا اسم الطبيب المعالج. اوامر تاني يا سيدنا. مش انت مسؤول عن سامي تحت اشرافي؟ نعم سيدنا. طالما نعم سيدنا، شو وصل خطاري شو سامي؟ ها؟ مش بس شافه، نقلوا على المستشفى. جرب يقنعني انه مشكل بين الموقوفين بكل بشاحة ولأمنة. شو قلت له حضرتك؟ شو بدي قل له؟ رسامة صح واحرجني صح. سيدنا هيدا رشيد. اكيد رشيد، هو يلي فتح باب الحبس للنقيب خطار. عنا انا ما بحب كون بهالموقف، فهمت؟ امرك سيدنا. روح شغلك. كيف صار؟ حالته مستقرة. في إصابات مؤذية؟ هذا التقرير. قلت لي صار مشهد بالسجن. الواضح مبدئيا أنه لا صاير مشكل ولا خبيط. ليش؟ لأنه المشكل بالخبيط نائب خطار يعني ضربني لأضربك. ولو بدي أفترض أنه سامي ضارب ضربة وحدة بس، لكمي وحدة على الأقل، كان بين أثرها على أصابعه، جلف، احمرار، أي شيء بدل أنه سامي شارك بالمشكل. سامي منه مشارك بالمشكل. ضربينه؟ معذبينه؟ أكيد لا نائب. المهم يتحسن وضعه بسرعة. مش قبل كم يوم. في شيء بدي اطلبه منك دكتور. تفضل. وبيضل بيني وبينك. شو؟ مثل ما هو. سامي؟ سامي؟ عم تسمعني؟ مش مستنظف هالغفوة. ان شاء الله يوعى. ما بدك نكون بشي ونصير بشي. بونجور دكتور. كولونيل. شو؟ كيفه هلا؟ ناطرينه ليوعى لنفهم منه شو صار. شو صار؟ الرقيب عنا بيفهمك شو صار دكتور. مشكل بين مساجين. بس ناطرينه ليوعى ليخبرنا هو شو صار. طيب إذا خلص الدمازال من شغلة خلينا لحالنا بليز. الرئيس حنا رح يضل لحد دكتور. أول ما يوعى رح يبلغني حتى أكون أنا موجود. أكيد إن شاء الله يوعى. ليش خايف من شي دكتور؟ خايف. سيدنا عم يتغنش. معوضين يتغنشوا المساجين معي. سيدنا انت تسهل وانا موجود. طيب ميرسي دكتور. مع السلامه كولونيل. تبع شغلك. الله معك سيدنا. دكتور حسيتك عم تحكي شيء ما له علاقه بالطب.
بدك ايه يوعى لتعرف بيا اللي صار؟ انت ما ألف بيا اللي صار. والظاهر رقيب حنا انه انت كمان ما لك علاقة بالطب. اكيد. فخلي كل حدا منا باختصاص. انت عالج وانا استجمع. مهضوم رقيب حنا. يا ريت فيني بيد لك نفس الشيء. يا ريت حنا. ليك لما يوعى يعني ما فات كوما. ولما يحكي يعني حنكه واوتاره الصوتيه سليمه. ولما يخبرني شو صار يعني ذكرته صحيحه وتركيزه الدماغي ظابط وما في ارتجاج بالدماغ. وكل هيدول قضايا طبيه يعني من اختصاصي. بتحب تنطر اهلا وسهلا، بتحب تستجوب انت حر، بس المهم انا مارس مهنتي كطبيب. فهمت علي؟ لشو عم بتشارعني يا ابني؟ بزمان حياتك ما تخلي حدا يربحك جميل من بيشك. لشو نمرتك الزرقاء لكان؟ والعز السياسي كله؟ حلك تتعلم اسلوبي. كل قرش ببين قدام الناس انه اندفع ما جرب وفقه. حط على عين الكل انه رامي الرويش ابني هو اول مين بيدفع ضريبة الجمرك على بضاعته المستوردة من برا. صفقة المطارات عملتها وايدي على قلبي. الوزير عم بيوعد الناس بكهرباء 24/24. ايه مرحبا كهرباء. حط براسك انه ما في كهرباء من هلا لبعد 20 سنة. روح استورد موتوراتك، ادفع الضريبة وغرق السوق، ما تعطى الهم. انت قادرة؟ ما بدي اربح جميلة الجمرك كرمال كمية $1000 تقدر تطلعهم اذا جبت 3% بس على حق الموتور. فكر صح يا ابني وخلي ربح جميلي للاشياء المهمة. سامي الصاير من الاشياء المهمة؟ ما رح اتجرس وتستمر العلاقة بين اختك المجنونة والشحاد الازهر. وفكرك اللي عملته فيه رح يخليها تبعد عنه؟ تفضل شو عملت فيك على التلفزيون؟ قدام الناس كلها. ضربة فاول رح تكلفك من رصيدك السياسي كتير. بنت ضد بيا، شو خليت للغريب؟ وهيدا بعد ما عرفت الحقيقة. شو ممكن تعمل لما تعرفها؟ شو قلت لك لما حكيت انت وياها بالأوضة لوحدكم؟ محاضرة عن القيم السياسية وقال هي بنت الحياة. جامعات مرتبة تزرع أفكار بروس التلاميذ وبتفرق بين البي وابنه. المهم هلأ استورد صفقتك وعمول مثل ما قلت لك وتفعل الجمرك. اللي بتشوفه. في موضوع تاني بدي أحكيك فيه. موضوع؟ موضوع شو؟ ايه نعيم؟ ها؟ موجود. ليه وقف على الباب؟ فوتي. عفوا استاذ رامي بس الشقيقة ما نطرت حتى. الشقيقة ما بتنطر. الشقيقة بتفتح الباب وبتفوت. امرك استاذ. شو بها عدوتي يا رامي؟ ما بعرف. اسألها. اسألها انت. يمكن ما بتحب تحكي معي وقت. هدني. هدني. شفت انك بتعتبر حالة عدوتي؟ بهدني بين الاعداء. بتضهر سامي صايغ بتراجع عن كلامي. تتراجعي عن كلامك؟ بعدين بشوف كيف يساعد حتى نلاقي سامي صايغ. ما بدها تشوف. بتمسك تليفونك وبتتصل وبتقول مثل ما وقفتوه بتضهروه. مين اني هو؟ ولو ادواتك عاصم بيك. انا ما عندي ادوات. ما تزعل، ما عارفك. سميهم مثل ما بدك، انا مش فرقانة معي. بس اذا بدك انا بدلك على واحد منهم. مين هالواحد؟ فيصل الراسي. ولا العقيد فيصل الراسي صاحبك. منا صاحبك؟ انا اكيد انه في ساعدنا. هيدا اذا ما كان هو ما عارفك اللي وقفوه لسامي. بتراجع عن حكيك بالاول. بيطلع سامي بالاول. انت بالاول. هو بالاول. على الهوى. يعني بيعرف؟ يعني هو اللي عاملها؟ لا عامل شيء ولا بعرف وين. انا بقول لك مضروب مرمي بالمستشفى. مضروب؟ مين قال لك؟
كيف عرفتي؟ عرفت. في شيء عاصم بيك؟ ما بقى تتبجج تقلي مش هو، يا حواء قدامك، شفت كيف فل؟ تفضل. بوشي البيك ظهر معصب. لا ما بوشي يا حبيبي. طيب. خيي هيك بتدير شركتك؟ بوابة بلا بواب؟ غريب. نعيم هو البواب. هل قد هم وإذا البيك معصب؟ هلا شو بدنا بنعيم؟ ليكي بتطلع على الهوا وبتقولي إنه الصوت انفبرك، ما بعرف، اخترعي حيلا شي، مهم تمحي آثار الفضيحة. والله عيب، عيب عليك وعليه، حرام يصير مصير الناس لعبة رخيصة بين إيديكم بس لألكم قادرين بالظلم والصلبطة. وفري لي محاضراتك، زهقتيني منها، نفس اللي قلته. تفضل. عفوا استاذ رامي، بس حابب اذكرك بموعد الغداء. يا شيخ اتفقنا. لك خي عندي سؤال بيعنى على بالك لما اجى على الشركه. تفضل. يعني قدامي ما بعرف حدا بيدير الشركه عنده سكرتير بدل سكرتيره. الشركه للشغل والسكرتيرات لتق الحنك. وهيك بفوت على مكتبك كل ما دق الكوش بالجره؟ نفس اللي قلت لك اياه، اذا بدك هيدا الولد يرجع لامه. الله يبرد لك قلبك يا بنتي مثل ما بردتي لي قلبي. كنت المهمه بقى شغله بالك، سامي منيح. في شوفه؟ طب ما بقى تسألينا اكثر من هيك اسئله، خلص طمني بالك، سامي منيح واترك الباقي علي. يا عمي ليه ما فيه يشوفه؟ موقوف، فهمنا موقوف، كمان امه ما فيها تشوفه. ما علي يا طن، طولي بالك شوي. مش وهو بهالحاله نائب قطار، صدقني ما عم بمزح بوضعه. ايه بعد بعطيه 24 ساعة، إذا ما وعي هونيك مصيبة، وأنتم بتتحملوا المسؤولية. لا 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 ما عم بمزح، خصوصا قدام حضرتك. فهمت عليك دكتور رامي. وفهمت الرئيب حنا الشيء ذاته نقيب. وفهم عليك؟ مفروض فهم، قاعد حده مرعوب ما عم بيشيل عيونه عنه، ناطره حتى يوقع.